أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار على حفل تسليم مفاتيح 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار للمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مؤكدا بأن عملية توزيع السكنات متواصلة خلال شهر رمضان الكريم، وبعده أين سيتم توزيع الأسبوع القادم 1965 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي. التغطية كانت لسلاف دعمش. إن عملية توزيع السكنات ستتواصل لسكان ولاية الجزائر خلال شهر رمضان ومباشرة بعد العيد إن شاء الله بحصة تفوق 4000 وحدة سكنية، فبشرى لسكان العاصمة على غرار غليزان، باتنا، سيدي بلعباس، بشار، تيارت، سطيف، سعيدة، الغواط، عنابة، مستغالم، مسيلة، وهران، برج بوعريريش، وميلا، وهذا طيلة هذه الصائفة بحصص تتراوح ما بين 200 سكن إلى 2000 وحدة سكنية. من الأسبوع القادم في توزيع سكنات من نمط LPP بداية من العاصمة بحصة تقدر ب 1965 ألف وحدة سكنية، بما فيها 1000 وحدة سكنية للعاصمة.